كناش المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يوقفوا معايا. انا ما خليت ماد السلام عليكم متابعين ديالنا الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وشكرا جزيلا لكم خوتي وخواتاتي. كما كتشوفوا انا كيف ما وعدتكم قلت لكم غادي ندي حميد لمدينه صفرو اولا مدينه فاس، يعني تفاهمنا وغادي نديه لمدينه صفرو. ونتمنى منكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم ومع الناس ديالكم، الله يجازيكم بخير. كما كتشوفوا الحاله ديالو صعيبه بزاف ومزير عليه الحال بزاف وكيتخنق، والحمد لله الحمد لله على كل حال. وهذا الابتلاء اللي عطاني الله سبحانه وتعالى انا حمد الله وشكر على هذا الشيء. ومشى معايا خويا وبنت عمي، هذه اللي كتصورني راه بنت عمي الله يجازيها بخير، حتى هي وقفت معايا، وخويا راه راكب القدام الله يجازيهم بخير والله يسهل على كل واحد اللي كيبغي الخير لخوه المسلم واللي كيوقف مع خوه المسلم، ربي يوقف معاه في الدنيا وفي الاخره والله يشافيه يا ربي. لوليداتو وليداتو مخلوعين، وليداتو مفقوسين، وليداتو ربي اللي عالم بهم. الحمد لله على كل حال. انا كنتمنى منكم اخوتي المتتبعين دعوا معنا، دعوا معنا بالفرج بالفرج اخوتي المتتبعين بالفرج، راه حنا ربي اللي عالم بينا وراه ربي اللي عالم بالحاله ديالنا وربي اللي عالم بداكشي اللي كنحسوا به. الله يرحم لكم الوالدين. انا ما خليت ما طلبت ما خليت ما رغبت في المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن والقنوات الكبار والفرج باذن الله سبحانه وتعالى. انا درت مجهود كبير وربي هو اللي عالي وعالم على داكشي اللي انا درته. ربي الحبيب كنتسنى الفرج من عند الله، انا كندير الاسباب وكنتسنى الفرج من عند الله، كنتسنى ربي الحبيب يفرج عليا من عنده، هذا هو اللي كنتمنى. اللهم اني اسالك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل ان تشفي مريضنا وتمده بالصحه والعافيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. الحباب كي دايرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الحباب والعزاز حميد الحالة ديالو صعيبة وربي اللي عالم به. كما قلت لكم جبتو زعما حيت بزاف ديال الناس قالوا لي جيبوا ديه لمدينه صفرو ولا لمدينه فاس ربما يعتنيوا به، ربما حيت راكم عارفين. المهم بزاف ديال الناس اللي نصحوني وقالوا لي حسنيه دي ديه لصفرو ولا ديه لفاس، وجبتو اخوتي لصفرو. مشينا عند مشينا ديتو جبتو هنايا لصفرو، كما شفتو جبتو في لومبيلونس. الحاله ديالو صعيبه وانا دابا دخلتو، حنا دابا كنتسناو الطبيب ما عرفناش شنو غادي يقول لينا، هو كيتخنق وكيغوت بقلبه. الحاله ديالي ربي اللي عالم بها، الصوص ديالي كاع تبحبح والحمد لله والشكر لله. دابا حاليا انا في مدينه صفرو، انا جبتو ونتمنوا له الشفاء يا ربي، نتمنوا الشفاء من عند سيدي ربي الحبيب، نتمنوا له الشفاء. ودعيوا معها اخوتي المتتبعين، دعيو معها اخوتي المسلمين، الله يرحم لكم الوالدين، دعيو معاه ودعيو معايا بالفرج من عند الله سبحانه وتعالى. الله يرحم لكم الوالدين والله يسهل عليكم والله يعطيكم ربي ما تمنيتو. وشكرا لكم بزاف اللي كتسولوا فينا، الا غبرنا عليكم شويه كتسولوا علينا، سول عليكم الخير اخوتي. الله يرحم الوالدين والله يسهل عليكم والله يخلي لكم صحتكم. اللهم اني اسالك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي مريضنا وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء
وأن لا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا برحمتك ومغفرتك، وتولنا في من توليت. إلهنا أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء. الحباب كما كتشوفوا دابا حنا باقيين في السبيطار، داروا له التخطيط ديال القلب وعطاونا التحاليل، مشى يدير التحاليل، داهم خويا اللابوراتوار على برا، حيت دابا العشيه راكم عارفين ما كيديروش التحاليل هنايا، قال لك ما كاينينش هاد التحاليل هنايا، راه مشى خويا يدير دوك التحليلات حتى يجيو ان شاء الله، ونوري لكم التحاليل ونقول لكم شنو كاين وشنو عنده ان شاء الله باذن الله، ونتمنوا الشفاء من عند سيدي ربي. حنا كنديروا قيننا في الله سبحانه وتعالى، ونتمنوا ربي الحبيب يوقف معنا ويشافيه ويشافيه يا ربي لوليداتو، وليداتو مساكن مخلوعين وكيبكي ومازالين صغار، والحمد لله الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. قضاء الله وقدره، ما عندنا ما نديرو، اللي دارها الله هي اللي غادي تكون، ويا ربي تفرجها من عنده يا ربي الحبيب ديالنا، يا الحبيب يا ربي تفرجها من عندك. سمحوا لي راني كندخل ونخرج في الهضره، راه ربي اللي عالم بيا، حيت ماشي سهل هادشي اللي كيدوز عليا، والحمد لله ما يدي لهنا ما يدي لهنا، ولكن الحمد لله على كل حال. مهما كانت الظروف انا كنقول الحمد لله الحمد لله. انا دابا في محمد الخامس ديال مدينه صفرو، كما كتشوفوا محمد الخامس ديال مدينه صفرو، جبتو لهنا قلت على الله كان ما يشدوه ينعس هنا، ولا يديروا له شي حاجه، ولا يديوه المركب الفاس، ولا المهم انا غادي نشوف شنو ان شاء الله. داكشي اللي قالوا لنا وداكشي اللي دارنا هو هذاك. الله يحفظكم ليا، والله يسهل عليكم ودعواتكم معنا، والله يجازيكم بخير، والله يكثر خيركم. والنداء ديالي للقنوات الكبار، وقفوا مع حسنيه، وقفوا مع هذه القناه ديال حسنيه فلوق، طلع لها القناه وما تكون محتاجه حتى لشي حاجه. انا عييت كنطلبكم وكنرغبكم وكنادي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، من كل فيديو كل فيديو اخوتي المتتبعين، كنناشد المغاربه والجزائر وتونس والدول العرب بصفه عامه باش يشجعوني وباش يوقفوا معايا في هذه القناه، لان الحاله ديالي ربي اللي عالم بها. كنعاني في صمت كما كيقول المثل، كنعاني في صمت، ورغم ذلك كنضحك وكنبان ضحكه في الفيديو واخا راه وصل فيا العظم، وكنضحك وكندير راسي بحال ما كاين والو، ولكن في الداخل ديالي ربي اللي عالم باش ما نعطيكمش الطاقه السلبيه في كل مره. ولكن اخوتي المتتبعين كتجي واحد الوقيته اللي صعيبه، وكيخصنا كما قلت لكم دائما كما كنقول لكم، انا كناشد المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن باش يوقفوا معايا في هذه القناه، ويدعموني ويشجعوني ويتفرجوا لي في اي فيديو كنحطو. كنحط فيديو كيجيب 12K 13K، علاش اخوتي المتتبعين؟ علاش اخوتي المغاربه؟ واش انا ماشي مغربيه؟ واش انا ما كنحملش البطاقه الوطنيه المغربيه؟ علاش اخوتي التفاهه كيتشجعوا؟ انا اللي محتاجه بصح، وعندي وليدات وعندي الراجل مريض، وتا انا مريضه بالتحاليل ديالي بكل شيء ديالي، واي واحد ما متيقش هذا الشيء يدخل عندي للخاص، ونصيفط له التحاليل ونصيفط له الدلائل ونصيفط له كل شيء باللي هذا الشيء صحيح مليون في المية. والحمد لله الحمد لله على كل حال. انا كناشد المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، والجزائر داخل الجزائر وخارج الجزائر، والتونس ومصر والدول العرب والسعودية، كناشد الدول العربية كاملة، وكناشد المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. كناشد المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، يوقفوا معايا. أنا ما خليت ما درت، أنا كنديه للطبيب قتلوني غير الدوايات، ما حتى كيتحسن كيولي لاباس عليه عاوتاني، وكيولي عاود كيتزير عليه الحال عاوتاني، كيوصل لحاله الموت عاوتاني، حتى كيولي لاباس، كيوقف شويه كيتحرك، كيمشي للحمام بوحدو،
كيولي لاباس عاوتاني كشويه عاود كيمرض. ما عرفتش انا هذا الشيء كيفاش، ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه. ما دابا حنا غادي نحيدوا القين ديال الطبيب بعدا، احنا دابا درنا له تخطيط القلب، احنا غنشوفوا التخطيط والتحاليل. واحد التحاليل راه دابا داهم خويا اللابوراتوار على برا باش يديروهم، وما كاين اخوتي غير جبد جبد جبد. دابا التحليله قال لي خويا ب 200 درهم، هو عاد جا دابا عطيتو الفلوس مشى دا التحليله، مشى جاب القرعه، شد الطاكسي من هنا من محمد الخامس حتى لباب المقام اللابوراتوار ديال التحاليل، وجاب القرعه وجا لهنا حيدوا له الدم ورجع ونسى الفلوس ما داهمش، وعاود رجع لعندي عاود شد الطاكسي اخرى وجا عاود عطيتو الفلوس وعاد مشى عاوتاني. يا اخوتي وقفوا معايا اخوتي المغاربه، وقفوا معايا اخوتي المغاربه، راه عينيا نشفوا من الدموع. وقفوا معايا المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، راه ربي اللي عالم بيا وراني كنعاني يا اخوتي. وحسبوني اختكم وحسبوني بنتكم، حسبوني اختكم وحسبوني بنتكم. انا المغاربه، انا المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، اللي ما قدرش يعاونني يعاونني غير بالمشاهده يا الحباب. انا كنطلب منكم تعاونوني غير بالمشاهده، ما كنطلب حتى شي واحد يعطيني شي حاجه، العاطي هو الله سبحانه وتعالى. الا كنتو كتعاونوني غير بالمشاهده يا اخوتي المتتبعين، ما نكون محتاجه حتى لشي واحد وما نكون محتاجه حتى لشي حاجه. الا كانت عندي غير المشاهده طالعه في الفيديوهات، واي فيديو درت له تفرجوا فيه، راه ما نحتاج حتى لشي حد يعطيني شي حاجه. راه داكشي اللي نتخلص غادي نبقى نصرفو على وليداتي وباش نشري الدواء والتحاليل والمرض. والحمد لله اخوتي المغاربه، الحمد لله اخوتي المغاربه. انا كناشد المغاربه، انا كناشد المغاربه والمغربيات الاحرار اللي كتهزهم النفس على بنات بلادهم. انا كناشد خوتي وخواتاتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، توقفوا معايا، واي واحد شاف هذا لا فيديو يوقف معايا، راه ربي اللي عالم بيا خوتي المتتبعين، ربي اللي عالم بيا. انا دابا هنا امام السبيطار كنتسنى خويا يجيب التحليله، وحامد راه ناعس لداخل، راه ربي اللي عالم بيه، حتى هو راه ماكراهش مسكين ينعس، راه ما مولفش كينعس. والحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال اخوتي المتتبعين. الله يفرجها يا ربي، الله يفرجها، الله يفرجها، الله يفرجها يا ربي علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي يا ارحم الراحمين. يا ربي دير لنا تا ولد الخير يا الحباب ديالي يا العزاز يا المتتبعين. الله يدير لي تا ولد الخير، ونتمنى منكم الطلب ديالي اللي كنطلب منكم. كنشوف شي واحد جاي كنقول واش جاي لعندي، ولا انا ربعت كاع على السبيطار عاد كنصور. فرت الله يا ربي تحت كجا معايا خويا، وجات معايا بنت عمي مسكينه حتى هي راه وقفت معايا الله يجازيها بخير. ديما مسكينه غير كنوحلو كنلقاوها هي واقفه معانا الله يجازيها بخير. بنت عمي وخويا هما اللي راهم جاوا معايا. واش غادي نقول لكم المتتبعين، الحمد لله الحمد لله على كل حال. وما لقيت ما نقول، شنو غادي نقول انا دابا شهرين وانا كنعاني بهذا المرض، ما يدي ليه ما يدي ليا، ما يدي التحاليل ديالو ما يدي التحاليل ديالي. والحمد لله وما عنديش التركيزه اللي غتوقف معايا، عندي الله سبحانه وتعالى، وعندي المتتبعين الاوفياء داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، والجزائر وتونس ومصر والسعوديه والدول العرب بصفه عامه. انا كناشدكم وكنطلبكم وكنرغبكم اخوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، توقفوا معايا غير في هذه القناه. ما كنطلب حتى شي حاجه، ما كنتمنى حتى شي حاجه، كنطلبكم توقفوا معايا غير في هذه القناه. يلا ها الحباب ديالي العزاز، تهلاو في راسكم وبسلامه عليكم، وان شاء الله فيديو الثاني غنقول لكم ان شاء الله على التحاليل ديالو وعلى كل شيء. الحباب الله يرحم لكم الوالدين، والله يسهل عليكم اخوتي المغاربه، بارطاجيو هذا الفيديو على قدر المستطاع. راني عييت اخوتي، انا جبت حتى الصفر، قلت ربما يديروا له عاوتاني شي حاجه هنا. انا ديتو القنيطره كل مره كنديه ما لقيت حتى شي نتيجه، انا دابا جبت عاوتاني الصفر ونشوف على سيدي ربي الحبيب.